متضامنون من قافلة أميال من الابتسامات والقافلة الجزائرية كانوا على موعد مع بحر غزة هذه المرة للتذكير بمحاولتهم المستمرة لكسر الحصار من البر أو البحر. القافلتان وصلتا إلى القطاع أمس عبر معبر رفح في ظل تراجع قوافل كسر الحصار منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. أعتقد أن هناك شعور بالمسؤولية بدأ بالفعل من قبل السلطات المصرية نحو القضية الفلسطينية، نحو الشعب الفلسطيني خاصة في غزة. قافلة أميال من الابتسامات والقافلة الجزائرية التي وصلت إلى قطاع غزة تخفف الحصار عن هذا القطاع وتوصل صورة للعالم أنه قطاع غزة ما زال يئن، ما زال يعاني، وأن هناك فعاليات ستبقى متواصلة من أجل كسر هذا الحصار. قبل أيام من الذكرى الرابعة للاعتداء الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية حضر هؤلاء للتأكيد على استمرار رسالتها الإنسانية، فركبوا البحر ونثروا الورود لذكرى أرواح 9 شهداء كانوا ثمن تخفيف الحصار الإسرائيلي عن القطاع آنذاك. هذا التوحد الآن الذي نشهده وإنهاء مرحلة الانقسام إنما يزيد إن شاء الله من قوة شعبنا الفلسطيني ويزيد من قوة المتضامنين والأحرار من جميع أنحاء العالم ليزدادوا جهودا في اتجاه كسر الحصار وإنهاء الحصار على قطاع غزة. في مقابل تراجع قوافل كسر الحصار التي كانت تعد مصدرا مهما لتوفير الاحتياجات للقطاعات الصحية والإغاثية في غزة، تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا في القطاع مع ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر، واقع يستدعي زيادة أعداد قوافل التضامن وليس العكس. الحصار مشتد أكثر من الأول. نحن في مرمرة جئنا بعد مباشرة بعد أسطول الحرية وكانت الأمور أحسن مما هي الآن. الآن يعني في اعتقادي أن الأمور هي صعبة جدا، ولابد أن إن شاء الله كل اللي عنده يعني يد ويقدر يساعد لابد، واجب عليه الإنساني، واجب عليه الإسلامي، واجب عليه العروبي أن يساعد قطاع غزة. القوافل التضامنية مع غزة لا توفر جزءا من الاحتياجات الإنسانية للغزيين فحسب، لكنها تحمل رسائل سياسية حول استمرار المعاناة وضرورة كسر الحصار. الفلسطينيون هل سينتظرون كثيرا قوافل كسر الحصار عن غزة أم أنهم سيكسرونه بأنفسهم من خلال حكومة الكفاءات الفلسطينية المنشودة التي يناط بها معالجة ملف الحصار والأوضاع الاقتصادية في غزة؟ محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.